خلينا نستقبل الدكتور شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. برحب بحضرتك معانا. وكيف قرات هذه الاخبار اللي كانت ممكن تتداول على السوشيال ميديا، وراي حضرتك في النوع ده من الاخبار؟ بص حضرتك، هو ان خلينا ندرس الخبر الاول ونقول هو ليه طلع دلوقتي وليه كان لابد ان الوزاره ترد عليه. هو طلع دلوقتي طبعا وخصوصا الامراض اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي الكوليرا وسلل الاطفال، علشان عندنا كارثه حاصله في السودان وعندنا نازحين من بلد الشقيق السودان، ربنا يعني يحفظها ان شاء الله يعني وتخلص المشكله اللي فيها على خير. هؤلاء النازحين عندنا جايين من مكان منتشر فيه هذه الامراض، وهذه الامراض بتنتشر بشكل اكثر مع وجود عدم تغذيه صحيه سليمه وعدم خدمات صحيه سليمه، وبالتالي يؤدي الى عدم نظافه الصرف الصحي وعدم التخلص من النفايات بشكل كويس، فتنتقل الامراض من شخص الى اخر في السودان. فلو جالك دخل عندك مصر هيعمل لك مشكله، على راسها امراض زي الكوليرا وزي شلل الاطفال وزي الحمى الصفراء. فانت كان لابد انك انت لو سمعت من اي اشعه بسيطه جدا انه ممكن يكون في عندي هذه الامراض، كان لابد من وزاره الصحه انها تطلع وتنفي مثل هذه الامراض. حقيقي هو دور يحترم يا دكتور، ده حقيقي طبعا. خليني اتفضل يا دكتور. اتفضل، انا سامع حضرتك. مستنده الى ثقتها دي جايه منين؟ جايه انك عندك قطاع الطب الوقائي اللي موجود في مصر، عندنا وزاره الصحه عنده جزء اسمه الترصد. الترصد ده اللي هو بيرصد اي مرض جديد ممكن يدخل البلد، بيبدا بنقطه صغيره، بمعنى انه الوحده الصحيه او الحجر الصحي بيبلغ الاداره الصحيه، بتبلغ المديريه، المديريه بتبلغ الوزاره، الوزاره بتبلغ منظمه الصحه العالميه. فانت ماشي في حلقه، انت مش ممكن تفلت منك حاجه طول ما انت ماشي بطريقه الترصد المضبوط. دكتور يعني خلينا كوقايه، حضرتك كيف نحافظ على نفسنا في امان؟ في بقى حد جاي من السودان، حد جاي من سوريا، حد جاي من العراق، ايا ما يكون، انا ازاي اقي نفسي؟ ايه الاجراءات الاحترازيه على كل المستويات؟ كنا زمان بنتعلم دايما في المدارس كلمه الدروس المستفاده من الازمه او من من الازمه او من مشكله معينه. فمن على قمه الدروس المستفاده من وباء كورونا هي الاجراءات الاحترازيه والنظافة الشخصية ونظافة الأسطح والتهوية الجيدة للأماكن والتغذية الصحية السليمة وتقوية جهاز المناعة وممارسة نمط حياة مختلف صحي. كل هذه الأشياء احنا طلعنا بيها من كورونا، ولقينا والله اللي ايه ده، الله دي مش بس بتحمينا من كورونا، دي بتحمينا من أي وباء موجود صحيح. بشكل عام ممكن يدخل البلدي. فأنا ليه وأنا موجود في أماكن مزدحمة وأنا حاسس إن أنا في مكان فيه زحمة زي أسانسير أو مصلحة حكومية أو أتوبيس او راكب مكان فيه زحمه شديده مش قادر اخد نفسي براحتي، ما انا ممكن البس الكمامه لحد ما اخرج في مكان فيه تهويه جيده، بالتالي انا حميت نفسي وحميت اللي قدامي من الرذاذ بتاع النفس اللي ممكن ينقل لي عدوى. طب ليه ما ركزش على موضوع غسيل الايدين اللي ممكن ينقل لي عدوى عن طريق الغذاء او عن طريق من الاسطح اللي مش نظيفه؟ الاكل من بره ظروفه ايه مع حضرتك دكتور شريف؟ ده مصدر اساسي للتسمم الغذائي. المصدر وخاصه احنا داخلين على فصل الصيف او دخلنا في فصل الصيف يعني. بالظبط، دخلنا في فصل الصيف والاكل حضرتك ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكونات لي وعباره عن ناس بتطهيه وناس بتقدمه. فانت بتمر بمرحله طويله جدا، ممكن في خلال اي مرحله منهم يكون الاكل اللي بيتعمل المواد نفسها فاسده، طريقة الطهي مش صحية ومش سليمة، اللي بيطبخه عنده مشكلة زي الهيباتيتس ايه او اللي هو يعني الالتهاب الكبدي الوبائي ايه او اي نوع من انواع الامراض اللي ممكن تتنقل، واللي بيقدمه نفس الكلام مش نظيف، ايده مش نظيفة، الادوات اللي فبقدر الامكان نحاول بقى ايه الاكل جوه البيت حتى اوفر كتير وانضف كتير وصحي اكتر. دكتور قبل ما اقفل مع حضرتك وسريعا، انا قرات اليوم تصريح لوزارة الصحة العالمية بتقول ان كورونا انتهت، يعني ده قريت حضرتك التصريح؟ انا قريت النهارده ان في كوريا الجنوبيه في 18,000 حاله كورونا في الاخبار. انا النهارده قريت بيقولوا لنا ان خلاص فكره الكورونا انتهت من العالم. لا بص حضرتك، انا مش عايز اقول انها انتهت، ده مرض اصلا موجود من ما انا برضو استغربت فكره انتهت دي، يعني الكلمه القاطعه دي جت ازاي؟ لا هي لا مفيش كده، هو مرض موجود معناها تقدر تقول انفلونزا انتهت؟ لا، هو فكره انك تبقى بالنسبه لك هو وباء، ده اللي ممكن يكون انتهى. وما هواش اصبحش دلوقتي وباء عالمي او جائحه عالميه، هو اصبح مرض موجود عادي بيحدث في عدد معين، ومرض موسمي بيحدث في فصل الشتاء والخريف بشكل اكبر،
نتيجه طبعا عدم التهويه الجيده، نتيجه ان ده موسم بتاع الفيروسات. فنقدر نقول انه اخف من الاول خالص، حتى اعراضه وطرق التعامل معاها بقت نزلت برد أقل خفيفه، اقل قلقا طبعا واقل توترا، لكن الاحصائيات بتقول ان هو الحمد لله ما فيش حالات في المستشفيات، ما فيش حد في الرعايات نتيجه هذا المرض، وده اللي شيء مطمن بالنسبه لنا. دكتور شرفتني ونورتني دكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. خليني اقفل مع حضرتك، شرفتني يا فندم.